ولاية أسترالية تتعرض لأسوأ فيضانات منذ عقود، اعتقالات خلال تظاهرة ضد الإغلاق في لندن، كانيا ويست يصبح أغنى رجل أسمر البشرة في تاريخ أمريكا. هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية، فأهلا بكم. تعرضت ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية إلى أسوأ فيضانات منذ عقود بسبب الأمطار الغزيرة المستمرة منذ 3 أيام، والتي أدت إلى غرق عشرات المنازل وإغلاق عدد من الطرق الرئيسية. رئيسة وزراء الولاية أشارت إلى إنقاذ مئات الأشخاص وافتتاح 13 مركز إجلاء في جميع أنحاء الولاية، فيما طالبت السلطات السكان بعدم القيادة عبر المناطق التي غمرتها الفيضانات خوفا من أن تجرفهم التيارات القوية. من أستراليا إلى بريطانيا، حيث اعتقلت الشرطة 36 شخصا خلال تظاهرة في العاصمة لندن ضمت آلاف الأشخاص الذين خرجوا احتجاجا على الحجر المفروض لكبح جائحة فيروس كورونا. شرطة لندن قالت في بيان إن معظم الأشخاص الذين اعتقلوا كانوا نتيجة لخرقهم قواعد الحظر المفروضة، مشيرة إلى إصابة عدد من عناصرها بجروح نتيجة إلقاء متظاهرين قنابل مضيئة ومقذوفات باتجاه قوات الأمن. يصادف هذا اليوم من كل عام اليوم العالمي لمتلازمة داون، حيث تحتفي به دول العالم بهدف التوعية بحقيقة هذه الحالة الوراثية التي يعاني منها 1 من كل 1100 شخص. وتحتفل المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني بهذا اليوم من خلال تنظيم عدد من الفعاليات والمناسبات تهدف للتضامن مع مصابي المتلازمة التي تحدث عندما يولد الطفل مع 47 كروموزوما بدلا من 46 في الحالة الطبيعية، ما يسبب تأخرا في نمو الدماغ وتشوهات جسدية عدة. خبرنا الأخير من أمريكا، حيث أصبح مغني الهيب هوب كاني ويست طليق النجمة التلفزيونية كيم كارداشيان أغنى رجل أسمر البشرة في تاريخ الولايات المتحدة، إذ بلغ صافي ثروته نحو 6,600,000,000 دولار. ويست الذي زعم أنه كان مديونا ب 53 مليون دولار قبل 3 سنوات أصبح ملياردارا معتمدا العام الماضي بمساعدة علامته التجارية الناجحة للملابس والمدربين المعروفة باسم ييزي، والعقد الجديد أيضاً متعدد السنوات مع شركة ملابس التجزئة جاب.